هتتكلم في حارس كان افضل حارس في الدور الاول في وجود مين بقى؟ اونانا اللي هم الناس بتاعت اوروبا وميندي في انديه كبيره في اوروبا. ميندي اصلا يا كابتن اترشح افضل حارس في العالم. لا هو افضل حارس في العالم بالظبط. يعني لكن انت بتتكلم خد احسن حارس في العالم عشان بيلعب في السنغال. لو بيلعب في تشيلسي لا هو حارس كبير كمان طبعا حارس عظيم يعني. فانا انا شايف الشناوي قد 30 مره. الشناوي ده لو كان احترف بره كان هيبقى موضوع تاني. هي في نقطه كابتن عبد الجليل الشناوي لما ابتدى ياخد على كبر يعني فاهم. وبعد فتره وبعد ما راح ورجع بس تعرف امير ان الجون دايما بيتصيط وهو كبير. يعني شفتش جون وهو صغير كان نجم. دايما لما بيكبر في السن انا فاكر الله يرحمه كابتن ثابت من احسن مواسمه اخر 3 4 سنين اللي هو كان كبر فيه كابتن شوبير لما خد وشوبير لما خد على كبر